حكاية العربي مع دورات الألعاب الأولمبية تعود لعشرينيات القرن الماضي، حكاية نتائجها تأرجحت بين البروز والأفول. دورة ستوكهولم السويدية عام 1912 مثلت الظهور الأول لأصحاب لغة الضاد، أين نالت شرفه دولة مصر. وبعد التوقف الاضطراري للألعاب الأولمبية بسبب الحرب العالمية الأولى، عاد العرب للظهور مجدداً بمناسبة أولمبياد 1928، فكان نعم العودة ونعم الظهور عندما أهدى الربعان المصريان سيد نصير ومصطفى إبراهيم أولى الميداليات التي زادها معدنها النفيس أكثر قيمة. لتتوالى وتتسع رقعة مشاركات رياضي الوطن العربي بعدها في كافة الدورات الأولمبية 21 باختلاف مناطقها الجغرافية، غير أن التميز المصري بقي السمة الأبرز بفضل رياضتي رفع الأثقال والمصارعة الرومانية. وانطلاقاً من دورة روما سنة 60 و900 و1000، دخل العرب في فترة تألق جديدة بطلها اختصاص ألعاب القوى، اختصاص كان ولا زال علامة مسجلة بامتياز باسم دول المغرب العربي، وبداية المشوار بأقدام المغربي راضي بن عبد السلام الذي توج بفضية سباق الماراثون. وخلال نفس الدورة حصلت كل من المغرب والعراق على أول ميدالية في تاريخهما. دورة مكسيكو 1968 كانت شاهدة على إحراز تونس لأول ميدالية أولمبية بفضل الذهبية محمد القمودي في سباق 5000 متر. وكانت دورة لوس أنجلوس سنة 84 دورة فارقة في تاريخ المشاركة العربية، إذ أحرزت المرأة العربية أول ميدالية لها بتمكن العداءة المغربية نوال المتوكل من حصد ذهبية ألعاب القوى في اختصاص سباق 400 متر حواجز. وبلغة الأرقام سجل 21 بلد عربي حضوره في الأولمبياد من أصل 30 دورة محصلتها 94 ميدالية، تفاصيلها 23 ذهبية و24 فضية و47 برونزية. أما أكثر العرب نالا للميداليات فتأتي مصر أولا، ثم المغرب ثانية، فالجزائر ثالثة،